كاست يعني محليا مش كتير، الا الناس اللي هي مثلا عايزين يحتفظ بشريط او عايز يسمع مثلا اغنيه لام كلثوم على شريط كاسيت، خاصه الناس الكبيره اللي زي في سن كده او اكبر من كده بيحب يسمع على الكاسيت عنده في البيت. اما بالنسبه بقى للعامه مثلا، انا اغلبيه شغلي بينباع على الانترنت، ببيعه على ناس بتتواصل معايا في محافظات مختلفة، يعني من أول أسوان لغاية مطروح وإسكندرية. الناس بتيجي تطلب مني على النت وبشحن لهم حاجاتهم، تتحط في علبة وتتقفل وتحافظ عليها لغاية ما توصل سليمة. وناس برا مصر برضه طلبوا طلبيات لشرايط وكميات كبيرة يعني.